لحظات رعب وقلق قضاها فايز برفقة أسرته الصغيرة خلال الأيام القليلة الماضية قبل أن يتخذ قرار الرحيل ومغادرة قريته الواقعة بالقرب من مطار الخرطوم جنوب القيادة العامة للجيش السوداني والذي تعرض للقصف ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة فيه. شعرنا نحن وجيراننا وكذا بعدم الأمان، والعائلات في المنزل غادرت وجميعا يعني، وبرضو بعض الجيران غادروا، فاضطرنا إنه إحنا نغادر المنزل، ولم يكن هناك طريق أصلا لأنه شرقا وشمالا وجنوبا في قتال. وعلى الرغم من صعوبة القرار إلا أنه لم يكن هناك سبيل آخر أمامه، لكنه رحل من دون أن يودع حتى أمه وأباه. يعني اضطريت أن نتحرك غربا على منطقة الصحافة ظلت ومنا إلى موقف الميناء البري، ثم غادرنا إلى ود مدني، بحيث أنه لم أتمكن حتى من أنه يعني أزور عائلتي أو أتفقد عائلتي والدتي وكذا، ما قدرت، لأنه في التوقيت اللي احنا طلعنا فيه كان القتال محتدم يعني. فبقينا في ود مدري مع قاعد هناك في ليلة أو أكثر من ليلتين، بعدين غادرنا إلى بور السودان، ومن بور السودان برضو قعدنا حوالي ليلتين، ثم غادرنا إلى مصر يعني المعبر يعني. قصة فايز تتشابه إلى حد كبير مع قصص مئات الآلاف من السودانيين النازحين جراء اندلاع شرارة الحرب في موطنهم في 15 من أبريل الماضي. تختلف الأسماء والشخصيات، لكن الجميع يتشارك الأوجاع والهموم نفسها. من بعد الأيام بتاعت إنه العائلات بدأت تغادر، كان بالنسبة لي إنه ما دام تعطلت الحياة يعني لابد أن نغادر لمكان يمكن يعني أنا أواصل التزاماتي العملية والشخصية من ناحية، لأنه ما كان يجب أن أستمر فيها رغم ظروف الحرب وكذا يعني. للأسف السودانيين لا يغادرون مع أي دولة من الحدود البرية دون تأشيرة خروج، للرجال تحديدا، حتى مصر فقط النساء هم اللي ممكن أو الرجال فوق 50 اللي هم ممكن يدخلوا بدون تأشيرة. المعبر البري المصري السوداني مرهق بطبيعته يعني، مش متعلق في الأوضاع بشكل عام، هو مرهق بسبب إجراءات بتتم بشكل تقليدي من جانب السودان ومن جانب المصري، يعني الاثنين إمكانياتهم أو طريقة تعاملهم في المسألة دي أنه أنت في المعبر ممكن تمر بأسرع من كده، ولكن طبيعة الإجراءات هي أصلاً بتخلي الأمر ده يكون بشكل بطيء يعني. المسألة الثانية أنه قدرات المعبر على الاستيعاب محدودة، لأنه هو مش مستوعب الأعداد دي كلها، هو مستوعب أعداد محدودة. فيما يخص الجانب السوداني تحديداً الخدمات ضعيفة، الناحية الموجود فيها الجانب السوداني خدمات ضعيفة جدا، والمكان بعيد عن مراكز الخدمات الأخرى يعني، حتى توفير المياه وكده دي اللي هي بشكل تجاري دي نفسها حتى بدأت تنفذ لما احنا مشينا، فده بشكل خطر على المجموعات الموجودة هناك، إضافة إلى المجموعات عدد الناس الموجودين على الجانب السوداني حين غادرت أنا كان أكبر بكثير من عدد الناس اللي موجودين على الجانب المصري. صعوبات كثيرة واجهها فايز في رحلة نزوحه، أبرزها مشاهد تكدس المواطنين السودانيين في المعابر السودانية المصرية. توقف على 15 ساعة الناس منتظرين، المعبر السوداني متوقف على العمل، وطبعا دي معاناة صعبة جدا للناس الموجودين هناك بدون أنه يحصل تجديد للمياه. كان بتجي شوية مياه لكن ما بتكفي، واحد بيجيب عربية بوكس نص نقل بجيب فيها مويه، لكن دي لا شيء، لأنه أنا تقديرات يعني أنا لما وصلت عديت الباصات اللي قدامي 50 خارج المعبر، 20 داخل المعبر. السودانيين والمسافرين السودانيين والمصريين طرفين اللي هم دارين عدوا من ناحية السودان إلى مصر كان في فوضى. لا أنا مثلا انتظرت 36 ساعة دي 18 ساعة داخل الجانب السوداني والباقي داخل الجانب المصري، والمناظر كانت صعبة للغاية، الناس كان بتفترش الأرض يعني بتنوم فيها، كل الناس رجال تمكن تمشي وتحاول أن لا تدوس طفل ولا كده يعني. الناس كان من الإرهاق والعياء إنه بتضطر أن تفترش الأرض يعني ساعات طويلة، في ناس جواتهم طلعت وهم نايمين أصلاً لأنه
انتظروا أكثر مما يجب. يعني أنا مثلا ما في معلومات الآن حول أنه هل في ناس توفوا أو كم عدد الناس توفوا، لكن مثلا السائل كان منتظرني على الجانب المصري قال لي في شخص توفى طلعوا، في الجانب السوداني قال لي في شخص توفى، لكن الناس ما بتحاول تنشر الخبر ده عشان ما تنثر الهلع كمان. أصوات الرصاص ستهدأ يوما ما ويعود الهدوء، لكن سيبقى من تبقى هنا في السودان ينتظر من لجأ ونزح أو رحل إلى غير رجعة، ويبقى الألم يعتصرهم بقدر الذكريات الأليمة.